حياكم الله من جديد في الكويت. اليوم تسجل المحاكم الكويتية وبشكل يومي العديد من القضايا الأسرية، ويلجأ أهل القانون من القضاة والمحامين لقانون الأحوال الشخصية للفصل في هذه القضايا. الأمر اللي ممكن يتطلب من المواطنين وأيضا المقيمين أنهم يعرفون بعض بنود هذا القانون بشكل جيد قبل الإقدام على أي خطوة في حياتهم الزوجية. اليوم راح نعرف تفاصيل وايد في ما يخص هذا الموضوع، ونحاول احنا نثقف المشاهدين وايضا احنا ايضا نثقف في هذا الجانب المهم مع المحامي محمد صفر اللي راح يعرفنا بما يخص قانون الاحوال الشخصيه الكويتي. مسي عليك بالخير استاذ محمد، حياك الله معنا. الله يحييك، مسي عليكم بالخير، مسي عليك استاذ روان وايضا الساده المشاهدين، وان شاء الله تكون حلقه مفيده للجميع. احنا متاكدين ودائما نطمح في مثل هذه اللقاءات القانونيه استاذ محمد، احنا ننشر الوعي والثقافه فيما يخص امور القانون، لان الان احنا قاعد نقول احنا في زمن ما ينفع اي شخص يقول لك انا ما اعرف في هذا القانون. واليوم قانون الاحوال الشخصيه يعتبر من اكثر القوانين الكويتيه اللي لازم الناس تعرف تفاصيلها، وبفضل هذا القانون اللي ينظم الحياه بعد الانفصال الزوجين. اليوم بنعرف منك استاذ محمد شلون ننظم القانون هذه الجزئية بالذات اللي هي ما بعد الانفصال. أول شيء نتكلم عن الناحية القانونية بشكل عام. القانون بالنهاية هو ينظم العلاقة بين الأفراد والمجتمع، وينظم العلاقة بين الأفراد والمؤسسات بشكل عام. احنا نتكلم اليوم عن قانون الأحوال الشخصية. يجب الإشارة ان الأحوال الشخصية هو قانون ليس بالسهل، وليس القانون هو من أقل القوانين مثلا الخطورة. بالعكس، لما تشوف احنا مفتاح كل جريمه بالكويت راح تشوفين ان اساسها احوال شخصيه. لما انا اروح اقعد مرات في المحكمه، لما اساله شنو علاقتك مثلا مع اسرتك، راح تشوف ان هذه العلاقه مفككه. لما انا اشوف مثلا اقول له من ناحيه الاب، من ناحيه الام، هل انت عشت في اسره سليمه، راح يقول لي لا، انا امي سوت كذي، انا ابوي سوت كذي. فبالتالي الاحوال الشخصيه هي مفتاح كل الجرائم. يعني انا بعطيك مثال، لأن وايد ما في ناس يستسهلون موضوع الأحوال الشخصية. أعطيك مثال، يعني يوم من الأيام كان في شخص، وهذا الشخص تأكد أن زوجته كانت خاينة، وهذه الزوجة رزقت بستة أبناء. فالزوج هذا للأسف أعد العدة هو مع عيال عمه، إلا يكون يذبحون ويقتلون هذه الزوجة. فبالتالي كان قاعد يجهز سلاح على اساس انه يقتل هذا الزوجه لتاكده من الخيانه الزوجيه. لما انا قعدت معاه مع رئيس المخبر قلت له انت عندك احوال شخصيه، هذا قانون يكفل لك اسقاط الحضانه اولا، والعيال راح يجون لك. لما قلت له مثلا راح تسقط كل حقوق الزوجه من مؤخر، ام عده، من متعه، بالاضافه الى انه راح يرد لك المهر كامل، هني الريال تفهم، وهني الريال حس انه فعلا في احوال شخصيه. مجمل الكلام هذا اكرر انا ان الاحوال الشخصيه هو مفتاح كل جريمه. نعم. زين استاذ محمد، الحين بما انك انت ذكرت هذه الحادثه، وفعلا يمكن انت لانك وجهت الموضوع لقانون الاحوال الشخصيه فالشخص انتبه لهذا الموضوع، بوجهه نظرك الان وبحكم اكيد خبرتك في هذا المجال، تشوف ان هذا القانون يحتاج تعديلات تشريعيه عشان يتماشى مع تطورات الحياه؟ في وايد امور يمكن بالسابق ما كانت موجوده، محتاج ان احنا محتاجين نطور هذا القانون؟ طبعا هذا القانون قديم، وسائل الاثبات في هذا القانون قديمه. يعني احنا لما نتكلم مثلا عن موضوع المشرع، للاسف المشرع الكويتي حاليا هو ليس من اصحاب الاختصاص. ما يعني لما تروح المحكمه مثلا تشوف الاحوال الشخصيه فيها وسائل اثبات متطوره. يعني مثلا اعطيك مثال عشان اشرح لك البوصله حق الساده المشاهدين. يعني يوم من الايام مثلا زوجه، زين، الزوج كان متهم الزوجه ان هناك خيانات زوجيه. هذه الخيانات اثبتها عن طريق انستغرام وعن طريق تويتر. يا الشاهد، شاهد الزوجه اللي هو عم الزوجه، شهد ان فعلا هذا حساب بنتي في انستغرام، وفعلا هي عندها محادثات مع رجال اجانب. زين، انا ليش محتاج هذه الشهاده؟ احنا الحين عندنا فيديوهات وعندنا صور وعندنا جهاز في المباحث متطور يبحث الفيديو هذا، هل الفيديو هذا مزور او غير مزور، هل هذا فيديو صحيح او غير صحيح.
فبالتالي احنا محتاجين تطوير هذه القضايا، محتاجين اثبات هذه القضايا عن طريق وسائل متطوره وليس الوسائل القديمه اللي هي الشهاده. بالنهايه الشهاده انا اسال الكل، يعني الحين اسالك شخصيا، هل ان الشهاده مطمئنه بالنسبه لك لما تجي زوجه تقول فعلا زوجي ما كان يصرف علي، والشاهد هذا يكون اخوها او ولد عمها مثلا او خالها، فبالتالي هل هذه الشهاده مطمئنه؟ او الفيديو والتحويلات البنكيه والصور تكون مطمئنه بشكل اكثر؟ صحيح. اكيد اكيد الفيديو والصور راح يكونوا بشكل اكبر مطمئنه للناس، ومطمئنه للمحامي ومطمئنه للاطراف، فبالتالي تفاديا لبعض المشاكل يجب ان تكون هناك ادله جديده متطوره مختلفه عن السابق. نعم، في البعض من وجهة نظرة طبعا أستاذ محمد يشوف أن هذا القانون يميل أكثر للمرأة على حساب الرجل، فهل اليوم أنت في بمجال يعني خبرتك في هذا المجال والقانون واطلاعك عليه، تشوف أنه فعلا القانون يميل أكثر للمرأة على حساب الرجل؟ أنا أتفق مع الأشخاص اللي يقولون أن القانون 70-80% من مصلحة المرأة. وأعطيك مثال، أي شخص يدش المحكمة، الزوج، أنا رقم واحد أقول له شوف الزوج لما يدش المحكمة 100% خسران، بس ها يعتمد ايش كثر راح يخسر. انا مهمتي كزوج ان طلعت باقل الخسائر كمحامي، ولكن ما اقول لك ان انت ما راح تخسر، لان لما تتكلم عن النفقات المرة راح تطالب بالنفقات سواء زوجية او نفقات حضانة، لما تتكلم عن المؤخر الرجال هو راح يدفع المؤخر، لما تتكلم على المهر الرجال هو راح يدفع المهر، لما تتكلم عن عدة والمتعة الرجال هو راح يدفع العدة والمتعة، ولما اتكلم عن الحضانه السهم الاغلب راح يكون من خلال الزوجه. فبالتالي القانون كله 70% من صالح المراه، لان هي اللي طالب بالنفقه، وهي طالب المؤخر، وهي طالب وطالب وطالب وطالب. انا اعطيك قصه، يعني هذا كان في شخص عندي بالمكتب، هذا قصه من قصص المحاكم، يعني كان في شخص كان يعني يقول لي انا شنو راح يبقى لي؟ معاشه 1000 دينار ومتوسط دخل الكويتي تقريبا 1000 دينار كموظف بالوزاره مثلا. 900 دينار 1000 دينار، زين عنده 5 ابناء، اذا القاضي ياخذ منه او مثلا المحكمه تاخذ منه 500 دينار او 400 دينار 350 دينار اقل تقدير، زين شنو راح يبقى له حق الزواج الثاني؟ ما راح يبقى له شيء. شنو راح يصير حق اليهال؟ اليهال راح يروحون بالنهايه في اللجان الخيريه ويطلبون المساعدات. الزوج شنو راح يسوي؟ الزوج هذا اللي انا قاعد اتكلم عنه هاجر قال انا ما اتحمل، يعني انا شهريا عندي اقساط وعندي خدامه وعندي اجار و350 بعد حق الزوجه، من شلون راح اصرف انا؟ وشلون راح اتزوج زواج ثاني؟ بالنهايه الزواج فطره، والزوج بيتزوج زوجه ثانيه اكيد ما راح يقعد طول العمر هو مطلق وبدون زوجه، إذا شو راح يصرف على الزوجة؟ نعم، هل هني نقدر؟ نعم. وبالإضافة إلى أن المنح اللي كانوا يعطونها إياه الحكومة مثلاً المهر اللي هو 6000 من بنك التسليف، الزوجية اللي هي 80-90 دينار مثلاً، الأمور هذه كلها راحت حق الزوجة الأولى، بيت الحكومة راحت حق الزوجة الأولى، زين شلون هو راح يصرف؟ هل يقدر يتزوج مرة ثانية؟ شوف شنو راح يترتب عليه؟ راح يترتب عليه فساد؟ ابناء ممكن ان يكونون مثلا سراق يسرقون في اي منطقه ويدشون السجون، لكن هذه حالات استثنائيه طبعا، يعيشوا معيشه طبيعيه. نعم. احنا متوسطه. نعم، راح نقول ان هذه حالات استثنائيه، لان ما نبي احنا نبين ان في حاله الشخص انه كان مثلا قاعد يمر في ضائقه ماليه او في هذه الظروف انه هو عادي انه هو مثلا باكر، او احنا نقدر نعمم انه والله اغلب اللي كانوا في ظروف مثلا اسريه قاسيه كلهم طلعوا مثلا. لا فهي فيها استثناءات. كلهم بالنهايه تشوفين فيهم متاعب. نعم، انا قاعد اعطيك المتوسط، انا ما لي شغل بالتاجر اللي يقدر يزوج اربعه نفس الوقت. انا ما لي شغل مثلا بالشخص اللي مرتاح ماديا، انا ما لي شغل مثلا في الزوجه الثانيه اللي تقول له انا اصرف عليك.
نعم. انا ما لي شغل بالامور هذه. انا حاجيت الوضع الطبيعي المتوسط. هل نقدر نقول ان ايضا بما ان احنا دائما نطالب انه يكون في ثقافه عند الرجال والمراه قبل الزواج انه شنو حقوقه وواجباته، ايضا تشوف انت في من وجهه نظرك استاذ محمد انه لازم هم يكون عندهم ثقافه من الناحيه القانونيه، او على الاقل يقرون شوي بما يقدرون ان هم يستوعبون ويفهمونه من ناحيه قانون الاحوال الشخصيه، يعني زوج يعرف شنو راح يترتب اذا في حال وقع الطلاق. تدري احنا ما نبي نقول ان عندنا المجتمع الكويتي للاسف صار وايد سهل الموضوع الطلاق، وبعدين يعني يصير الندم بعد ما يشوف انه والله راح يدش المحكمه وراح يصرف كل هالمصاريف. مهم بالنسبه لك انه يكون في ثقافه فيما يخص القانون. طبعا يعني نشوف هذه قاعده او مقوله عالميه، الوقايه خير من العلاج. انا يوم من الايام لما اشوف مثلا في قانون من القوانين واللي حد من نسبه الطلاق، لما نشوف مثلا في عقد الزواج ضروره ارفاق فحص طبي في عقد الزواج، زين هذا حد من ظاهره الطلاق او قلل منها، زين بالتالي انا ليش ما احط امور وقائيه اكثر من كذي؟ انا رايي كاقتراح مني انا ان ليش ما يكون في حساب، هذا الحساب يكون حساب مشترك يسمونه حساب الاسره. نعم. هذا يتم فيه ايداع من الزوج ويتم الايداع فيه من الزوجه. زين يعني مثلا الزوج يدفع المهر يدفعه عن طريق حساب يسمونه حساب الاسره، النفقات الزوجيه يدفعها عن طريق حساب، والزوج والزوجه تستلم من هذا الحساب. فبالتالي انت راح بالنهايه راح شو راح يصير؟ راح انت تقلل القضايا الموجوده في المحاكم، راح تقلل انت القضايا النفقات، راح تقلل القضايا المؤخر، راح تقلل القضايا العده، راح تشوف هني ذيك الساعه انت مو محتاج دليل في المحكمه وشهاده الشهود وننطر شهر شهرين على ما يجون الشهود، بالنهايه الزوجه يصير لها 8 شهور 9 شهور وهي للحين مو مستلمه النفقه الزوجيه او مستلمه من الحضانه، زين وين راح تصرف شهريا؟ اذا المحكمه للحين ما اعطتها فلوسها، وتدرين اجراءات المحاكم تاخر، عندك اول درجه، عندك استئناف، عندك الامور هذه، فانت عندك المفروض انه يكون في وقايه للحد من هذه القضايا. اقتراحي بشكل عام انه ليش ما يكون في حساب يسمونه حساب الاسره؟ هذا الحساب يكون يتم فيه الايداع والسحب للاسره كامله. صحيح. عشان تحد من هذه الظاهره. نعم. في بعض الاقتراحات فعلا. قانون يحد من هذه الظاهره عن طريق الفحص الطبي. يعني مثل ما ذكرت في السابق يمكن في بعض الأشياء يحتاج أنها تتطور مع تطور الحياة اللي إحنا قاعدين نعيشها الآن. بالنسبة حق حقوق الزوجين في القانون، يمكن أنا بتطرق لموضوع يمكن في ناس وايد فكرت فيه وأخذت هذا الإجراء أن أحد الزوجين يتنازل عن حقوقه مقابل مادي، هل هذا بالقانون مقبول؟ وهل ممكن أن إحنا أي واحد فيهم يتنازل، خلينا نقول فيما يخص موضوع الحضانة، ان زوجة تقول اتنازل بس والله انا ابي مبلغ مثلا، قانونيا عادي؟ لا شوفي يعني انا اتكلم عن موضوع التنازل، هو يحق للزوجين التنازل، المحكمه ما راح تلزم اي شخص بالحضانه مقابل مادي، اذا لزمت اي شخص بالحضانه فبالتالي راح يكون الفساد اكبر. فانا الحين اتكلم عن الموضوع التنازل المادي. شنو معنات المخالعه؟ لما نتكلم عن المخالعه في المفهوم الشارع الكويتي يقولون المخالعه ان المراه تقلع الرجال، عشان كذي لما تقعدين مع اي مراه مطلقه تقول انا خلعته، وهذا كلام مو صحيح. المخالعه هو اتفاق بين الطرفين مقابل تنازل مادي، وهذا شرعي. يعني مثلا تي الزوجه تقول مثلا انا اطلب الخلع مقابل مثلا انا اتنازل عن المؤخر، او اتنازل عن مثلا عن مبلغ مادي، او اطالب بمبلغ مادي. هذه طريقة الاتفاق، هذه يسمونها مخالعة، تختلف اختلاف كلي عن الطلاق الودي اللي هو يوجب الحقوق الزوجية، يوجب المؤخر، يوجب العدة والمتعة. هذا موضوع وهذاك موضوع. المخالعة، أكرر، المخالعة هو اتفاق بين الطرفين حتى لو كان هذا الاتفاق مقابل تنازل مادي. لكن إذا أنا بتنازل بس من ناحية بعض الحقوق مثل ما ذكرت، والله الطلاق يعني واقع، لكن المرأة بتتنازل عن حقوق معينة، فتقول والله إذا أنت تبي مثلا أنا ما أخذ منك مثل ما تفضلت لا المؤخر ولا باقي الأمور مترتبة عليه. على فكرة هذه أمور طبيعية يعني في المحاكم، يعني مرة الحين بالنهاية لازم أول شيء ناخذ الأصل هو أن الطلاق عصمة بيد الرجل. نعم.
زين، فبالتالي هي اللي طالبه الطلاق، فكان كان واجب على الزوج القبول. في حال عدم القبول تقدر ترفع قضيه ثانيه اللي هي طلاق للضرر. تمام. تثبت الاضرار عند القاضي، تثبت ان هي مثلا معنفه، تثبت ان هي لا يوجد انفاق في الاسره، تثبت ان هناك مثلا خيانات، تثبت مثلا ان هناك سفر زائد عن اللزوم. فبالتالي هذه الامور هذا يسمونها طلاق للضرر. ولكن شبه ودي، الموضوع شبه ودي لما نقول ان الموضوع المخالعه. انا بس بذكر لك شغله، يعني احنا دائما في المكتب شنو نسوي؟ شوف الاحوال الشخصيه موضوع متشعب، يعني انا عندي مثلا قضايا في المكتب يعني توصل ل 13 14 قضيه من الزوج للزوجه، وهذا واقع عندي الحين، وقضايا متداوله في المحاكم الكويتيه ومحاكم الاسره. 13 قضيه من الزوج من الزوجه، واحد تطلب، هو يطلب الطاعه، هي تطلب النفقه، هو يطلب الطلاق، الثانيه تطلب الحضانه، هو مثلا يطلب نفقات فائته، هي مثلا هو يحاول يخفض النفقات. يوصل ل 12 13 قضيه، فاحنا شو نسوي؟ ندق على الزوجه او ندق على الزوج، نقول له ترى احنا عندنا شيء اسمه عقد اتفاق بين الزوجين. هذا عقد اتفاق يكون فيه صيغه تنفيذيه او يصير فيه حكم في المحكمه. نعم. صادر من المحاكم الكويتيه بشكل نهائي. حطي شروطك انت يا الزوجه، وانت الزوج حط شروطك. انزين، ليش تروحون المحاكم؟ بالنهايه حط شروطك ومره واحده روح المحكمه قضيه واحده، فبالتالي هذه القضيه ممكن ان تخليك ان تعيش بسعاده، بدل انت كل يوم رايح المحكمه وهي كل يوم المحكمه، وفلان موكله محامي وفلان هو موكل محامي. فان هذا عقد الاتفاق، زين، هذا عقد الاتفاق يعتبر حل عشان يقللون من عدد القضايا اللي قاعد تصير بينهم، وهم يسمونه يعني بشكل عام يسمونه الطلاق الناجح. نعم. هذا الطلاق الناجح للوقايه من الاضرار على الابناء. بالضبط. بحيث ان انا ما اروح المحكمه اشتكي عليها مثلا بالمخفر ان هي خاينه، ان هي سوت، سرقت، باقت، ادخلت المنزل بدون اذن. فان هذا وقايه للابناء وايضا وقايه للزوجين. بما انك اوفر لهم للزواج المقبل. نعم، بما انك ذكرت الزواج المقبل. صحيح، بما انك ذكرت الابناء، فخلي يكون عيل سؤالي بما يخص الابناء، هل يحق لهم انهم يختارون الحاضن؟ يعني يكون عندهم الاختيار انهم ينقون يكونون عند الام او الابو بعد حدوث الطلاق، ام استاذ محمد هو القانون ملزم لهم يعني لازم الحضانه في البدايه تكون عند الام؟ الطلاق بشكل عام، خلينا نتكلم عن الابناء، يعني الابناء بشكل عام هناك فرقين بين المذهب الجعفري والمذهب السني، والتخيير يختلف بين هذا المذهبين. لما تروح المذهب الجعفري نشوف ان في سن البلوغ البنت يحق لها الاختيار، ونشوف ان في سن الولد عند البلوغ يحق له الاختيار. ولازم اوضح شغله، هذه ثغره في القانون الجعفري، اقول لكم الصراحه هذه ثغره في القانون الجعفري، لان حتى لو الزوجه كانت سيئه وممكن هي تختار الام حتى لو كانت سيئه، عرفت شلون؟ فاختيار القضيه كلها قضيه اختيار، ومتوقعه هذه القضيه على اختيار البنت او الولد. اما في قانون الاحوال السني نتكلم عن موضوع مثلا التخيير، ما في تخيير حق البنت. بنت مجرد الزواج فهي تكون من الولاده الى الزواج هي بحضانه الام. اما بالنسبه حق الولد عند البلوغ في سن مثلا 13 او 14 حسب ما المحكمه تشوف مظاهر البلوغ واضحه، ممكن انه يختار هو يروح حق الام او يختار يروح حق الابو، هو الخيار الولد. وانا ما يعني بالنهايه اشوف ان هذا السن صحيح هو سن شرعي وسن البلوغ، ولكن مو هذا السن اللي يختار فيه الاب او البنت، ممكن هذا الاختيار ما يكون من مصلحته. فبالتالي الامور هذه يحتاجها واحد واعي، والمحكمة ما تقدر تدخل في هذا في هذا القانون، لأن مثلا إذا اختارت البنت أمها أو أبوها المحكمة ما تقدر تدخل، ما تقدر تقول لها والله ترى أمك مو زينة، ما تقدر تقول لها ترى أبوك مو زين. فبالتالي الخيار كله يرجع للبنت. نعم. انزين، في قضايا الاحوال الشخصيه، بما ان احنا قاعد نتكلم فيما يخص هذا الموضوع وقاعد نتطرق لموضوع الطلاق بشكل خاص، اكيد في محتاجين الشهود لاثبات بعض الامور اللي تحصل،
واغلب واغلب الشهود قاعد تكون في مثل هذه الحالات اكيد افراد الاسره، فيشوفهم يا من اهل الزوجه ومن اهل الزوجه. هل ممكن انه يكون طلب الشهود من خارج نطاق الاسره؟ وايش كثر يكون دقيق وقاعد تاخذه بعين الاعتبار المحكمه لما يكون في شهود من ضمن الاسره؟ شوفي، في باقي القوانين، في باقي القوانين يجب ان الشاهد يكون شاهد مرئي، يكون شايف الجريمه، شايف الواقع. ولكن في الاحوال الشخصيه لها موضوع استثنائي. يعني انا لما مثلا الحين اتكلم عن الاحوال الشخصيه، موضوع النفقات، هل منو اللي داخل البيت راح يشوف ان هل الزوج يعطي الزوجه ولا ما يعطي؟ منو راح يشوف ان هل في اساءه داخل البيت ولا ما في اساءه؟ هذه المحمود احوال الشخصيه وضوع استثنائي. عشان تدري القانون شنو قال؟ القانون قال ان يجوز الشهاده المرئيه زائد يجوز الشهاده السماعيه. الشهاده السماعيه لما انا الحين قاعد اكلمك اقدر اقول لك مثلا ترى انا ضررت من زوجتي كذي 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 كذي، وصار مثلا عمليه ضرب، صار عمليه اساءه، صار عمليه مثلا انا اعطيتها مبلغ النفقه وهي ما اخذت هذا المبلغ. هذه يسمونها الشهاده السماعيه. ولكن انا شنو قلت لك في البدايه على السؤال الاول؟ قلت لك هذه امور يعني خلاص هذه صارت قديمه. يعني الحين في تحويلات بنكيه، والحين في فيديوهات، والحين في صور. احنا مو محتاجين الشهود. يعني ان بالنهايه انا ما اقدر اشاهد مثلا في العمل اقول له مثلا ترى انا كنت اعطي زوجتي نفقه زوجيه. زين شلون يعرف هو؟ ما راح يعرف. اي شلون يثبت؟ حتى لو كان شاهد راح يكون شاهد زور. اللي ما شافه بعينه. زور اصلا هذه جريمه يعاقب عليها القانون. وعلى ذكر هذه الامور ايه وعلى ذكر هذه ملزوم الزوج او الزوجه ملزوم انه يجيب اخوان او عيال خاله، عيال عم. وارجع واقول لك الحين الكل يعني خلي يتخيل، هل هذه الشهاده راح تكون شهاده مطمئنه؟ انا ما اتكلم عن ناحيه قانونيه، من ناحيه قانونيه هي فعلا شهاده قانونيه صحيحه من ولد العم ولد الخاله، انا اكلمك من ناحيه منطقيه. هل هذه الشهاده مطمئنه للخصوم للمحامي؟ هل انت تتاكدين او ان عندك اثبات واضح صريح ان هذه الشهاده راح تكون شهاده صحيحه؟ انا اتوقع في امور افضل ان تكون كدليل. انزين، بما اننا قاعد نتكلم يعني ان في امور قوانين اي استاذ محمد فيها وفيها صور. أيوة. هذه تعتبر قرينه ما انزين. تعتبر دليل. الشاهد يعتبر دليل، يعني اقوى من القرينه. وبما انك انت قاعد تذكر ان في امور ممكن تكون اكثر دقه او تكون دليل اقوى من ان انت تعتمد بس على بعض الاشخاص، الان بحكم التطور ايضا اللي احنا قاعدين نعيش فيه قاعد نشوف عدد كبير من المنازل قاعد يكون فيها كاميرات مراقبه، يعني قاعد يحطونها عشان والله ما بيشوفون الوضع البيت يعني من ناحيه الامان. هل ممكن ان اخذ بعين الاعتبار هذه الفيديوهات كدليل في قضايا الاحوال الشخصيه ولا غير ممكن؟ يجب ان يكون هذا الدليل مشروع. بمعنى ان انا ما يصير مثلا احط مثلا فيديو مثلا في بيت، هذا البيت مو ملك لي انا. يعني في قاعده قانونيه وقاعده شرعيه ايضا، ما بني على باطل فهو باطل. لما انا اشوف ان اساس الشيء او مشروعيه هذه الواقعه غير صحيحه، فبالتالي ما بني على باطل فهو باطل. اما اذا كان مثلا هذا البيت او مثلا هذه مثلا الديوانيه او هذا المكتب ملك لهذا الشخص، ممكن يحط كاميرات، يحط مثلا تسجيل صوت، يحط اللي هو حتى بالسياره. الزوج ولا الزوجه؟ لا احنا خلينا نتكلم الحين اذا مثلا الزوجه استخدمت فيديوهات المراقبه اللي هو الفيديوهات اللي من الكاميرات المراقبه اللي داخل البيت. لا لا لا، عشان تثبت لا والله زوجي مثلا ما يصرف. لا يجوز للزوج، هذا يعتبر تنصت. لا يجوز للزوجه ان تضع كاميرات مراقبه او تسجيل صوت الا اذا كان هذا البيت ملك لها. اي فبالوثيقه مكتوب ملك لها، انا معاك، لان انا من حقي كبيتي ابي احط كاميرات، هذا شيء طبيعي، كل نص البيوت فيها كاميرات، هذا طبيعي. بالضبط. زين، والقانون اجاز لك، ولكن انت هذا مو ملكك الخاص، هذا ملك شخص، حتى لو كان الزوج، حتى لو كان الزوج، فبالتالي هذا ملك شخص ثاني، فانت مو من حقك تحطين كاميرات، ولا من حقك تحطين تسجيل صوتي. نعم. ولا من حقك تحطين جي بي اس في السياره، ولا من حقك تحطين تسجيل صوت في السياره. ولا من حقك تنصتين في الكاميرات.
مثلا بالتليفونات، بالخريطه مثلا، بالخرائط الموجوده مثلا بسناب شات او مثلا ايه تاخذها بالواتساب، كدليل. ان انقل مثلا الواتساب من الزوج الى الزوجه، اي شيء يوصل للزوج يصل. توصل حق الزوجه، تنصت هذه جريمه، لان هذا ملك شخص، وان كان حتى لو كان الاب، حتى لو كان الام، حتى لو كان الخال. هذا مو استثناء ان نقول والله انا مثلا ابي مثلا احافظ على بيتي فعشان كذي احط كاميرات، او احافظ على بيتي احط مثلا جهاز تنصت، نعم. او احافظ على بيتي اي شيء ينزل. وهذا واقع صارت معي، ها صارت معي في المحاكم يعني، وصارت معي بالمكتب، ان زوجه جت كل البرامج الموجوده بالتليفون صارت عندها، يعني انت تنزلين مسج بالانستغرام يوصل حق الزوجه، تنزلين مثلا مسج بالواتساب يوصل حق عند الزوجه، الزوجه. تتحركين 5 امتار تلاقينك في خريطه سناب شات. اذا هذا مو صحيح، هذا تنصت، هذا جريمه. نعم. فبالتالي لازم يكون في وعي، يعني انا مو ابي احافظ على بيتي ادش السجن. صح، يمكن انت احافظ عليه بطريقه صحيحه مشروعيه قانونيه. صحيح استاذ محمد، يمكن انت قاعد تتطرق لنقطه جدا مهمه، وفعلا في بعض مو بس الزوجات، حتى الازواج يمكن يتصرفون هذه التصرفات بحكم انه هو يقول والله انا بثبت حقي ولا بستخدم هذه التسجيلات، يعني اذا وقع علي ضرر ما، لكن ما يدرون انه ممكن هذا يكون عليه تبعات قانونيه تؤدي مثل ما تفضلت يمكن باكر يكون فيها سجن او ادانه. لا الان اذا بنتكلم حتى في بعض الامور اللي يغفل عنها الزوج او الزوجه، خلينا نفترض بعض الالفاظ الغير لائقه اللي ممكن يتلفظ فيها الزوج بحق زوجته، وهالشيء في وايد ناس ما يدري، هل ممكن هذا تشكل له إدانة في القانون ولا بس الضرب يعتبر يعني إدانة وممكن الزوجة تروح تشتكي؟ ازاي خلي اقول ايش طرفه عيل عشان شوي لطف الموضوع، لان الموضوع وايد جدي على طاري الاساءات هذه. مره هذه مثلا كان في عندي قضيه موكلها واحده عندها عضل ولي، فعضل الولي بالنهايه عضل الولي هو اعطاء الحق للقاضي بالتزويج، والاصل ان التزويج اعطاء الحق للاب، فبالتالي القاضي هو اللي يحل محل الولي، فبالتالي يزوجها. فقلت لها يعني انت ليش تبي تتزوجين؟ زين الشخص هذا انا اشوفه مو 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 الشخص المناسب. كانت تقول لي بالعكس انا عاجبني يعني شكله ولونه برونزي واسمر. قلت لها خلاص بكيفك. المهم تزوجت بعد 6 اشهر كانت تدق علي، قلت لها ها شو رايك؟ كانت تقول لي خي ولي العبد. قلت لها الحين كان هو اسمر وكان برونزي الحين صار عبد. لان هذه الاساءات هذه موجوده يعني حتى بالمحاكم، مرات تشوفينها حتى بالمحاكم داخل عند القاضي تشوفين فيها يقدرون يستخدمون هذه، يعني هذه الاساءات ممكن يعني مثلا اذا شخص طبعاً شوفي قانون تاخذونها انتم كمحامين. قانون الجزاء واضح، وقانون الجزاء ما استثنى العلاقه الزوجيه. قانون الجزاء ما استثنى العلاقه الزوجيه، فبالتالي هذه الاساءات ممكن ان دخلت في جريمه، دخلت في سجن. ممكن يعني. فبالتالي حتى لو يعني لا تروحين حق القاضي تقولي له والله هذا كان زوجي، او انا قلت له لانه هو مثلا خانني، او هو مثلا صار خلاف بيني وبينه، او هو مثلا صار خلاف بيني وبين امه مثلا. هذا 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 العذر مو صحيح. نعم. ولا راح ياخذ فيه بالقانون، ولا راح ياخذ فيه بالمحكمه. هذا العذر على قولتهم العذر هذا اقبح من ذنب. نعم. هذا ممكن ان تدخلك سجن، ممكن ان تدخلك في تعويضات. فالاساءه مرفوضه لو شنو كان مسوي الزوج، ما تبينه عندك قانون الاحوال الشخصيه تقدرين تقولين انا في اساءه، او ما تردين عليه بهذه الاساءه، القانون راح ياخذ حقك. هل تنصح ان كل انسان، انا وراح اخذ اجابتك هي كختام لهذا اللقاء استاذ محمد، تنصح ان على الازواج انهم يتثقفون من ناحيه قانون الاحوال الشخصيه، يروحون يبحثون يقرون، والحين كل شيء موجود اونلاين، يقدرون يحصلون القانون اونلاين مثلا يقرونه، ولا محتاج انه يقعدون مع محامي وكاستشاره وتمشي معاهم بالقانون؟ تفضل نصيحتك للازواج. يعني تفضل. بس يعني مساله انه يقعدون مع محامي اول الزواج ثقيله شوي، يعني حتى لو تجيبين زوج راح يخطب مثلا. أيه. هذا الرجل راح يخطب، يقول له خل روح حق محامي، تقول خلاص ما بلاها زواج يعني، هذا بس فيها حفظ الحقوق يعني، يعني
بس هذه فيها حفظ الحقوق بالعكس. بس انه لازم يكون في ثقافه، لازم يقرا شوي. لازم الواحد يعني يقرا، الزوجه لازم تقرا تعرف شنو حقوقها، شنو واجباتها، لازم الزوج يعرف شنو تبعات الزواج، شنو يعني لازم يحط الزوج في باله او الزوجه مهما كان في تناسق وتناسب وتوائم بين عقول الزوجين، لازم يحط مثلا يوم من الايام لو 1% انه ممكن يكون في طلاق، وهو مو موضوع سلبي ولكن الحذر واجب، عشان انا اعرف يوم من الايام ايش اللي يشتري علي. يمكن انا بدفع مبلغ معين، في ازواج مثلا يقولون انا هالمره هذه انا ما راح اطلقها، لو شنو يصير؟ فشو يسوي؟ يروح مثلا عقد الزواج يكتب، هو مسكين ما عنده حافي منتف، شو يسوي؟ يكتب 30,000 مؤخر. اي نعم. لما يبي يطلق، لما يبي يطلق يقول انا الحين ايش اسوي؟ 30,000 الحين شلون ادفعها؟ لازم ابيع البيت عشان ادفع لها المؤخر. زين؟ فهذا لازم يكون فيه وعي، لازم تعرف انه على الاقل 0.5% او 1% انه ممكن، يعني ما تدري هذه الدنيا، ممكن يوم من الايام تطلب الطلاقيه، ممكن هي تمر بحاله نفسيه، ممكن ان هي مثلا بالدوام مثلا يزرعون في راسها يعني امور شريره. زين، ان بالنهايه هذه تتم الفرقه بين الزوجين، ممكن من مو منها هي، يمكن من اهلها، والعكس صحيح ترى. ها انا قاعد اقول عن الزوجه والعكس صحيح. صحيح صحيح، ممكن الزوجه يوم من الايام ان تطلب الطلاق وتقول انا ما حسبت حساب هذا اليوم. نعم، اتمنى ان شاء الله. ما كنت اتوقع انه يوم من الايام راح اطلق، وما اتوقع انه يوم من الايام انه هو راح يخليني، ما تدرين شنو حالته النفسيه. صحيح. يعني احنا الحين في فتره كورونا يمكن كان في مزاج سيء حق الكويت، يعني هذا بشكل عام بالعالم كله مو بس بالكويت، صار في مزاج سيء، يعني الناس محكوره داخل البيت. الزوجه اللي كانت تقول ان انا كنت متحمله ريلي لان كلها برا البيت، الحين كورونا 24 ساعه بالبيت ما قدرت اتحمله، هذا واقع صاير بالمحاكم. واقع هذا بالمكاتب المحاماه قاعد تصير، وواقع ايضا عند الدكاتره النفسيين. يعني اكثر يمكن اثنين مرت عليهم الحالات في فتره كورونا الدكاتره النفسيين والمحامي. لكن صار مزاج سيء، فبالتالي يعني ما تدرين شنو يوم من الايام شنو يصير. فانت احسب حساب هالمرحله هذه. مثل ما تفضلت وقلت استاذ محمد، احنا مو القصد ان احنا نكون سلبيين او ان احنا إن حتى اللي مقبل على الزواج إيه؟ يعني. صح، وحتى اللي مقبل على الزواج ما نبي يفكر ويحسبها انه والله ايش كثر انا بخسر اذا بطلق. احنا نتمنى بالعكس يكون القرار مبني على اساس صح واختيار صح عشان تدوم الحياه الزوجيه، لان احنا ما نبي نشوف هذه الاعداد ولا نبي نشوف اسر متفككه وتصير ضحيتها الابناء. فنتمنى ان شاء الله اليوم في هذا اللقاء على الاقل احنا اعطينا الناس فكره عن قانون الاحوال الشخصيه، واللي عنده بعض تساؤلات ممكن مثل ما تفضلت يروح ويقرأ، وكل شيء موجود بالإنترنت. كل الشكر لك المحامي محمد صفر على وقتك وعلى إجابتك لأسئلتنا، أتمنى إن شاء الله الاستفادة وصلت وعمت للجميع، لأن فعلا موضوع الثقافة القانونية مهمة الآن في العصر اللي احنا قاعد نمر فيه. إن شاء الله يا رب يبعد عن الجميع أي خلاف أو أي موضوع ممكن يشتت أو يهدم أسرة. هذا كان لقائنا في هذه الحلقة أو في هذه الفقرة عفوا مع المحامي محمد صفر. لا تزال حلقة كويت اليوم مستمرة مع ضيوفنا، لكن راح نطلع معاكم فاصل صغير ونرجع نكمل باقي الفقرات.